ترى إذا تذكرنا أننا يعني ندعم يتيم، المسح على رأسه فيه أجر عظيم وفيه خير عظيم عند الله عز وجل. هذا المسح على رأسه فقط، ما بالك بذل المال لرعايته والاهتمام فيه وتربيته وتوجيهه، وقف قاعد أنت تدفع فيه يعني يأتي منه أوقاف كثيرة تنفعك في دنياك وفي آخرتك. فودنا نكمل العشرة مليون، يعني الآن 10,000 سهم 100 ريال نكملها مباشرة ولا لا؟ إيش رأيك أبو صالح؟ بإذن الله تكمل، يعني 10,000 100 ريال نكمل العشرة مليون إن شاء الله تعالى. ما هي بصعبة صح؟ لا والله ما هي بصعبة، والله ما هي بصعبة. أقول المتابعين ما شاء الله واللي يشاهدون وبهم خير ما شاء الله، الله كريم بإذن الله تكمل. أنا أسمع أحيانا يعني بعضهم أسأل الله أن يسعدهم في الدنيا والآخرة، يقول يا أبو الله يا أبو عبد المحسن لما سمعناكم وذكرتونا والله ننطلق ونبادر، وهذا شيء يفرح. ليه؟ لأن الإنسان لما يسمع يشوف يعني يسمع سبيل الخير ويبادر بها، أسأل الله أن يكون من السابقين، يعني وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فأنا لما أسمع الخير ثم أنطلق له أعتقد هذا فيه يعني خير عظيم. إيش تقول أبو عمر؟ هذه أول 5 أسهم يا أبو عبد المحسن في الحملة المباركة هذه من أخونا أبو تركي عبد الله لكيل. نعم. 500 ريال عن العم، أسأل الله أن يغفر له ويجعل مآله إلى جنة النعيم. يقول عن العم عبد الله بن موسى لكيل رحمه الله واسكنه في جناته. فلعلها هذه يعني انطلاقة سريعة لهذا الحقيقة المحفل المبارك. الله كريم، الله كريم، الله يتقبل منه ومنكم. آمين يغفر آمين الموتى. آمين. أبو عبد المحسن انتشر قبل يومين ما شفتوها في التواصل، ولدي دورونا عقب صلاة الفجر كان جاء حادث وتوفت أمه وأبوه وقبروهم حول بعض، بعد يومين يدوروه ما لقوه، تدري وين لقوه؟ فيه لقوه في المقبرة فارش فراشه بين أمه وأبوه. شفتوه؟ لكن حقيقة أنا أقول إن لما نكفل مثل هذا ونسعده ولو نعوضه ولو بجزء بسيط، يعني حنان الوالدين ما مهما عملنا ما ندري والله وين، لكن لما نسعد مثل هذا ونحتضنه ونتبرع لو بريال زي ما قلنا، يعني ترى الدعوة ما هي بسهلة بالنسبة لأجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى ولإدخال السرور. وأنا لما زرنا الأخوان في حايل مسكت أحد الأبناء قلت راك يا أخي والله مثل ولدي، قال ما دي والله بعد أنتم مثل أبوي، يعني تحسس أن مثل هذا، ما بالك اللي أمه وأبوه في القبر الآن يتمنون حسنة. يا أولادي هذا ما تصدق عن أمك وأبوك في القبر ثم تكون تبديل من أمر ضايقهم في القبر بهالريال يمكن يفسح الله لهم في القبر مد البصر. وإن لو لاحظنا يا إخواني حقيقة في هذا المجتمع يعني ننفق أموال في أشياء، يعني أنا أقول لا ما أقول لا تشتري ولا كذا، لكن الشيء اللي مثلا بعشرة ريال اشتر بأبو 9 ولا أبو 8 وخلها الريالين في سبيل الله. هذه يعني أقول منظر هذا والله لا زال عالق دائما في ذهني، هل نايم بين قبر أمه وأبوه لنقف معه ونساعد. أنا ما أدري يجي أحيانا في مخيلتي سعد ممكن تقولون وعبد المحسن انهبل، يجي في مخيلتي كذا، أنا أقول هالأب اللي راح توفاه الله عز وجل ثم جئت أنت وبذلت المال، ويمكن يكون أبوه وأمه رايحين وبذلت المال لهالوليد في الجنة، أسأل الله لا يحرمنا فضله، إذا التقيت بوالديه وش الحديث اللي بيدور؟ والله صحيح مين سهل المسألة، أنا ما أدري عاد أنا قاعد أتخيل وأني بطبيعي ولا، لكن فعلا لأن أهل الجنة. أيوة أبو عمر جيت على معنى جميل في قضية كفالة اليتيم، وأولا البشارة النبوية قضية أنا وهو كهاتين في الجنة، ثم قضية لا شك أن الأبناء يلحقون بالآباء، يعني فعندما يلحق الابن ويقال أن كافلني فلان لا شك أنه اجتمع الخيرين، يعني يا سلام فأسأل الله أن يتقبل. تلقى اللي يطيب من أبوه وأمه، تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال أنت معي كهاتين، علشان أنه كفل أنت معي يقول كهاتين يعني جنبه بقرب هذه الأصبع من هذه الأصبع. يا الله من فضلك يا ربي، أسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسنا ويجعلنا ممن يبغى. لو جبتها أبو عبد المحسن
بشكل عكسي يعني الفكرة اللي جت على بالك، أقول لو الواحد تخيل نفسه متوفي وعياله وش يرغب يعني، إنه هل يتركون هل الله ما في شك لو حط مكانه مكان هل متوفي ذا. ولذلك في جمعية الرفاق أصبحوا هم مكان الأب إن شاء الله، بل بدون مبالغة إذا قلت، بل ربما لو كان بعض الأباء موجودين لما وجد الأبناء العناية مثل ما يعطيهم الجمعية. إن شاء الله لا يحرمهم ولا أنا متأكد أنه كثير منكم الآن يمكن تتوق نفسه للتبرع، وربما بعضهم ما يدري شلون، ربما فمرون أعطونا طريقة التبرع، خلوا الناس تشوفها وتنطلق مع 10,000 سهم أو تكملة 10 مليون. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. ما شاء الله تبارك الله، اعتقد انها يعني واضحه. ايش تقول ابو عايض؟ اقول الوقف هذا نقول فرصه ونعمه على الناس اللي عندهم حياه. شلون عندهم حياه؟ يا سلام. يعني انا لو تجي واحد وتقول يعني يتيم، والله اي شخص سعودي، السعوديين احنا نخجل منهم صح ولا لا، تقول هاك 10 ريال صدقه، ما تقدر. انا اقول ما تقدر صح، لكن الوقف 5 ريال 10 ريال صح، ريال ادفع. لكن لو انك تعطي مثلا جارك او معرفتك، صعب انك تجي وتقول هاكم 10 هاكم 50 هاكم 100. يعني ممكن تعطي واحد غير سعودي 5 ريال صدقه وهديه عادي صح ولا لا؟ صح. لكن انك تجي سعودي لهم يتمان تقول هاكم ريال هاكم 5 هاكم 10، والله مالها صعبه، ما تقدر. فالوقف ايتام فرصه، عط ريال عط 5 عط 10 اللي تقدر عليه. انا تقدر عليه، بس هذا اللي حبيت الفت النظر له.